مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية للطاقة أدنوك يلي وقعت اتفاق مع إني الإيطالية بتبلغ مدته 40 عام، وبموجب هالاتفاقية تعطى الشركة الإيطالية امتيازات بتبلغ نسبتها 15%. ووفقا للبيان الصادر عن أدنوك، هالاتفاقية بتكرس للمرة الأولى مشاركة لشركة إيطالية بامتيازات النفط والغاز بأبو ظبي. قرار الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب ويلي استثنى فيه كندا والمكسيك أثار جدل وقلق البلدان الأخرى، وبدأت بعض البلدان بالتحرك للتوصل إلى حل بشأن هالقرار. فدعا كل من الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة لمنح إعفاءات من هالرسوم، وتطرق مسؤولي التجارة من الاتحاد الأوروبي واليابان بعد الاجتماع يلي انعقد ببروكسل مع المبعوث التجاري الأمريكي إلى ضرورة استمرار المفاوضات لتجنب كارثة اقتصادية عالمية. أفاد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك أن النفط الخام والغاز رح يستمروا بالسيطرة على مزيج الطاقة بالعقود المقبلة. وأشار التقرير إلى توفر حوالي 1.5 تريليون برميل من إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة. ووفقا للتقرير، شهد الطلب العالمي على النفط الخام نمو بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا بالعام الحالي، كما من المتوقع يقترب من 100 مليون برميل يوميا. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة.